يهدف هذا الاجتماع الذي جمع بعض من أعضاء الحكومة وأعضاء اللجنة الوطنية للسكان إلى اعتماد ميزانية مشروع الإحصاء العام الثالث للسكن والسكان، والذي يعتبر من أولويات الحكومة الجديدة ومسائها الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 في شتى المجالات، وتنفيذا لتوصيات منظمة الأمم المتحدة التي تنص على إجراء هذه العملية الإحصائية على الأقل مرة كل 10 أعوام. هذا وبعد الدراسة والمناقشات الجاد، فقد اعتمد المشاركون في أعمال هذا الاجتماع الميزانية العامة للإحصاء السكاني، وذلك للفترة ما بين العام 2019 وحتى العام 2022، والذي بلغ أكثر من 40 مليار فرنك سيفا. هجينا في البريباراتيف على الريسنسمان جنرال على البوبولاسيون ومال أغريكولتور حاليا أننا أدوبتي قريب 41 مليار انتوكا أنا الفرنس سيفا وشاد بيجي ببليك ذاتا ينتل كونتريبيشن وبارتنير تكنيك وفينانسيك كله ينتل المساعدة ولي نقدر نصوفه الريسنسمان 2022 الريسنسمان حسن سودا يعني نصوف بنوفل تكنولوجي دي الانفورماشن ودي الكوميونيكاشن. للتذكير، فإن اللجنة الوطنية للإحصاء قد أرجعت اعتماد الوثائق والمستندات الاستراتيجية للإحصاء السكاني لموعد لاحق من أجل تعديل بعض البنود والمراجعة الدقيقة من قبل اللجنة الفنية.